عبارة عن لقاء كما قلنا ودي بيننا بين الإدارة والصحفيين. هو أولا يرفع المعنويات، وثاني باش نتلاقاو، هذه يعني تكون سنة حميدة باش نتلاقاو كل يعني حتى ماشي غير في هذه المناسبة، ولكن أردنا أن تكون مناسبة وماذا بينا نديرو تقاليد لهذه الولاية الفتية باش تكون بيناتنا صلة تواصل بين الإدارة والصحافة ونقل المعلومات، وكان يلزم المواطن يكون يعلم كل ما يحدث في الولاية تاعو، خاصة فيما يخص المشاريع التنموية.